في القطاعات التنموية. دشنت مؤسسة بصمات للتنمية مشروع سقي الماء الذي يستهدف تزويد الأحياء المتضررة من الأحداث في مخيمات النازحين بمدينة تعز مأرب. يستهدف المشروع توزيع 3000 وايت من المياه الصالحة للشرب، ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود الإغاثية لمؤسسة بصمات ولفتة إنسانية تستهدف التخفيف من معاناة السكان المتضررين من هذه الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها السكان. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى الختام، شكرا لكم.